مرحبا بكم في واحدة من أغرب المدن اللي عشت فيها وما سافرتش ليها. عشت هنا لأكثر من 3 سنوات ولقيت أنه هذه المدينة غريبة فعلا. فما الغريب في هذه المدينة؟ مدينة سان فرانسيسكو. هذه هي طريقة المشي في سان فرانسيسكو، وكأنك تصعد في سلم وليس طريق، لأنها كلها منحدرة. طرق سان فرانسيسكو تجمع بين التاريخ والهندسة والتضاريس الصعبة التي جعلتها واحدة من أكثر أنظمة الشوارع تميزاً في العالم. هذا النظام المميز في تصميم الطرق يعكس تاريخ المدينة وروحها العملية، حيث واجه المهندسون التحديات التضاريسية بذكاء وابتكار باش يحافظوا على تخطيطها الشبكي ويحولوا تضاريسها إلى جزء من هوية المدينة السياحية والثقافية. لكن هذا لا يغني على أن سكان المدينة يواجهوا تحديات يومية. فما هي يا ترى؟ المشي والتنقل. تتطلب الشوارع الحادة لسان فرانسيسكو مجهودا كبيرا عند المشي، خاصة بالنسبة لكبار السن والأطفال، فصعود ونزول تلال هذه يوميا مرهق جدا ويجعل المشي تحديا كبيرا. يعتبر ركن السيارة تحديا كبيرا في الشوارع الحادة، إذ يجب على السائقين ركن سيارتهم بزاوية معينة مع استخدام الفرامل اليدوية للحفاظ على السيارة من الانزلاق. وغرابة هذه المدينة تكمن أيضا، كل سيارة تركنها ولا تباركيها في سان فرانسيسكو لازم دائما تدور العجلة هكا كي تقاري. لماذا؟ فلو ما دورتش العجلة تاعك كيما هكا راح يعطوك تيكت، وتيكت غالية فوق $100. سيارة قادر تهود نظرا للانحدار الشديد، فلازم تباركي السيارة كيما هكا. من المشاكل تاع سان فرانسيسكو، شوفوا هذه الخرطة، دوك نقول لكم علاش صرات. واحدة من الأشياء اللي راهي تعبكم في سان فرانسيسكو هي كي تفتح الباب، الطريق راهي مهودة، فالسبب هو طريقة فتح الباب. شوف كي هود، لازم جهد باش ينتحل. لكن المشكلة وين راهي؟ راهي في الباب الآخر. المشكلة راهي في الباب، شوف كيفاش يهرب لك. اللي حدا شوفير فحذاري، قادر تضرب السيارة اللي تكون حداه، لأنه علاش الطريق راهي دائما مهودة كيما هكا. فهذه هي مشاكل تاع البارك، يعني مشاكل اليومية تاع سان فرانسيسكو. شوف كيفاش دار لي السيارة. وليس فقط صعوبة المشي وركن السيارة، أيضا التنقل بالدراجات. بسبب الانحدار الشديد يصبح التنقل بالدراجات صعبا ويحتاج إلى لياقة عالية ومهارة، ويكاد يكون مستحيلا في بعض المناطق. لذا يعتمد السكان غالبا على وسائل النقل العام أو السيارات حتى للرحلات القصيرة. يعتبر هذا التحدي جزءا من نمط الحياة في سان فرانسيسكو، حيث يحتاج السكان للتأقلم مع التضاريس وممارسة أنشطة بدنية بشكل يومي. جماعة هذه اللاين باش يركبوا الكيبل كار. شوفوا جماعة كيفاش يدوروا باش يعاود، باسكو هنايا منا يبدا من الانطلاقة التيرمينيس. من أشهر وسائل النقل في سان فرانسيسكو هو الكيبل كار، وهو نوع من وسائل النقل العام التي تعمل بالكابلات، ويعمل على نظام قديم تم تطويره في القرن 19 لمساعدة السكان والزوار على التنقل بسهولة، خصوصا في المنحدرات الحادة التي تجعل القيادة العادية أو استخدام وسائل النقل الأخرى مثل الحافلات خطرة في بعض المناطق. وهنا تأتي ميزة الكيبل كار، حيث يسمح بالتنقل بشكل آمن وثابت حتى في الطرق الأكثر انحدارا. جماعة هذا الكيبل كار هو يعني العربات اللي كانوا يتنقلوا بهم بكري، واللي الآن أصبح مزار سياحي شهير لأنه يحمل جزء من تاريخ المدينة وأصالتها. رغم تطور وسائل النقل الحديثة، إلا أن الكيبل كار ما زال لحد الآن يشتغل في سان فرانسيسكو. يعني علاش هذا الكيبل كار لازم نجربوه؟ يعد نظام الكيبل كار في سان فرانسيسكو الوحيد من نوعه في العالم الذي ما زال يعمل يوميا منذ تأسيسه. واو نجا. شوفوا جماعة الطرق، هذه سان فرانسيسكو، هذه هي الإيماج تاع سان فرانسيسكو، وهذه أول مرة نجربه. هيا حطرين. جماعة قلعنا سيبو. شوفوا. والاستمتاع برحلة تقليدية توفر إطلالات مميزة على مناظر المدينة. اليوم يعتبر الكيبل كار وسيلة نقل وأيضا تجربة ثقافية وسياحية ما سمحوش فيها، حيث ينقل الركاب عبر معالم شهيرة مثل شارع لومبارد اللي وصلنا لها الآن. لومبارد ستريت أشهر طريق في سان فرانسيسكو.
ويفوت عليها الكيبل كار. جماعه كي تدوا الكيبل كار راح يجيبكم عند لومبارد ستريت هنايا. لومبارد ستريت شاول الاكتشاف تاعها شاع عليه يجوها الناس على خاطر شكلها قليه شاول طريق معوج بزاف، هي اكثر طريق معوج ولا فيه منحدرات في العالم يعني رقم واحد وداخله في غينيس جماعه. هلا بسم الله راح نفوتوا فيها. شوف المنحدرات يعني السياح شعال. شوف 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 وهذه هي سان فرانسيسكو تتميز بالمنحدرات والعقبات، مدينة العقبات. لومبارد ستريت أصبحت أيقونة ليس فقط في الواقع ولكن أيضا في الثقافة الشعبية من خلال الأفلام وألعاب الفيديو. السير عليها يشعرك وكأنك تدخل في لعبة خيال مثل جي تي سان أندرياس، وأكيد فاتت عليكم هذا المنظر في هذه اللعبة. جماعة هذه الطريق لومبارد ستريت تدل على الخصوصية تاع سان فرانسيسكو اللي ما تلقاهاش في أي مدينة في العالم وهي المنحدرات. نورمالمون كاين زوج هما اللي في غينيس اللي فيهم المنحدرات بزاف، ولومبارد ستريت تعطيك الخبر يعني هذه الطريق اللي فيها سان أندرياس تورناو فيها. شوفوا الهيلز هادو وشوفوا تحت شحال يعني مبنية على جبل على هضاب. طريق لومبارد في سان فرانسيسكو ظهرت في العديد من الافلام والعاب الفيديو، فيرتيغو 1958، واتساب دوغ 1972، واشهر لعبه جي تي سان اندرياس اكيد تحتوي اللعبه على نسخه من هذه المدينه، واللي كانت تسمى هذه المدينه في هذه اللعبه سان فيرو واللي هي سان فرانسيسكو. ايضا لعبه واتش دوغز 2 هذه اللعبتين تدور احداثها في نسخه رقميه من منطقه خليج سان فرانسيسكو. واحده من غرائب المدينه هذه هي الهندسه تاع الطرقات تاعها. اذا يا جماعه هذا شكلك وانت قاطع طرق سان فرانسيسكو، يعني المنحدر ما تشوف والو، حتى انا كي نكون سوق ونكون طالع نوصل لواحد الدرجه ما نشوف شكل امامي يعني. والله ماني نشوف والو، هذا وين بديت تشوف. شوف جماعة ما تشوف والو ما تشوف والو، ما رانيش نشوف شكاين من هنا، ما راني نسوق وصايع يعني على بالي الشارع غادي يجيني، حتى لازم حتى نقطع. ها هذه الاولى، وهنايا شوف ها كاين منحدر وخد اخر ثاني هنايا. جماعه تخيلوا شوفوا تشوفوا غير البحر طريق ما تشوفوهاش. شو تفوت انتيا فوت، هم لابسين كلشي خضر هادو ما من واضر ولا لابسين الخضرين. شوف غادي نفوتوا ها ما تشوف والو ما تشوف والو حتى تشوف منحدر شديد. ها جو لو ما حكمتش فرا ولا ما حكمش الفرا مليح ولا سهيت ولا راك كيما سان أندرياس راك جايبها حتى تحت حتى البحر. من اصعب التحديات اللي واجهتني انا كشخص سكن في سان فرانسيسكو لمدة 3 سنوات أو أكثر هي القيادة على هذه المنحدرات، بما أن العمل تاعي يتطلب أني نسوق سيارة تقريبا كامل يوم، فالقيادة في شوارع سان فرانسيسكو قد تكون مرعبة للبعض. فأنا في بداياتي فعلا كانت مرعبة بالنسبة لي، حيث يجد السائقون صعوبة في التوقف عند إشارات المرور على المنحدرات الحادة. وأكبر مشكلة واجهتني في الطرق هذه هي أنه استخدام الفرامل راح يكون بشكل متكرر ويشكل تحديا، وهنا راح يزيد من تآكله مما يتطلب صيانة دورية. وأيضا بهذه المنحدرات السيارة راح تتعب سريعا، وأنا شخصيا جماعة خسرت زوج سيارات، يعني زوج سيارات قستهم يعني ما عاودش تغليتهم أبدا وما قدرتش ندير لهم صيانة لأن الصيانة غالية كثيرا، فسعرهم كان حوالي 5000-6000 دولار والصيانة تاعهم كانت حوالي 4000 دولار. فواش درت يعني عاودت شريت سيارة من جديد. غرابة هذه المدينة لا تكمن فقط في الطرقات والمنحدرات وتكمن أيضا في هندسة البيوت تاعها، على غرار البيوت تاعها جميلة 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 جدا في سان فرانسيسكو، إلا أنها الهندسة تاعها غريبة. فاش غريبة؟ لأن جاية في منحدر، فكل البيوت هنايا تعتبر برج بيزا الإيطالي. ستلاحظ مباني سان فرانسيسكو وكأنها أبراج بيزا متناثرة عبر التلال تميل وتتمايل مع تضاريس المدينة الوعرة والمنحدرات الحادة. عند التجول في شوارعها تشعر بأن المباني تتحدى الجاذبية متكيفة مع طبيعة الأرض، مما يضفي على سان فرانسيسكو سحرا خاصا يجمع بين الجمال والغرابة. رانا في البيتند ليديز، يعني هذوك البيلدينغ الملونة المشهورة بزاف، هذه الخلفية اللي يديروها في سان فرانسيسكو في أي حاجة هكا محفل ولا حاجة يديروا هذه الصورة ولا يبغوا يديروا روبورتاج ولا يديروا خلفها هذه البيتند ليديز. وعندكم إطلالة على البيتند ليديز وعلى سان فرانسيسكو ثانية تقدروا تشوفوها داون تاون. والحاجه الجميله في هذا المنظر انه هادو البيتند ليديز موراها مباشره داون تاون هايلا، وهادو البيتند ليديز. بيتند ليديز السيدات الملونات مصطلح يطلق على مجموعه من المنازل الفيكتوريه الشهيره في سان فرانسيسكو وظهورها في الثقافات الشعبيه في الافلام والمسلسلات والبرامج التلفزيونيه في الثمانينات والتسعينات،
هذه الظهورات جعلت المنازل رمزا أيقونيا وجعلتها جزءا من الثقافة الأمريكية. وليس فقط البيتنت ليديز المشهورة، بل كل من سان فرانسيسكو هكذا. من أسباب شهرتها هي جمال العمارة الفيكتورية. هذه المنازل بنيت على الطراز الفيكتوري الذي يشتهر بتفاصيله الدقيقة، نوافذه الواسعة، وألوانه الزاهية. يجمع الطراز بين الطابع التاريخي والمظهر العصري بسبب استخدام الألوان الزاهية التي تضفي طابعا مرحا على تصميمها الكلاسيكي. هذه الألوان أصبحت جزء من هوية المدينة، وهذا التنوع يخلي هذه الأحياء تبدو حية ونابضة. فالعمارة السكنية في سان فرانسيسكو أحسن وأفضل مثال على الجمع بين التقاليد والحداثة، تبرز فيها اللمسات الفنية والتاريخية جنبا إلى جنب مع الابتكارات الهندسية، مما يجعلها واحدة من أكثر المدن تميزا من الناحية المعمارية في كامل الولايات المتحدة. تعد اليوم هذه المنازل وجهة سياحية لا غنى عنها لزوار سان فرانسيسكو. كل سان فرانسيسكو هكذا منحدرات، يعني مبنية على جبل. شوف أنا كي هذه الهودة وتضاريس سان فرانسيسكو الوعرة والمتنوعة من تلال ومنحدرات ومرتفعات منحت المدينة طابعا فريدا ومميزا. تميزت بشيئين: الحاجة الأولى أن المدينة أصبحت مكانا يمتاز بمناظر بانورامية خلابة بزاوية 360 درجة، أي إطلالة كاملة على المدينة، حيث يمكن للزائرين من قمم تلالها مشاهدة أفق المدينة بكامل تفاصيلها. ومن جانب آخر تشكل هذه المرتفعات عقبات أمام إنشاء الطرق التقليدية، ولهذا أدى إلى كثرة السلالم والأدراج كوسيلة للتنقل بين الأحياء، خاصة في المناطق المرتفعة والمنحدرة. في العديد من الأحياء في سان فرانسيسكو تحتوي على أدراج طويلة ترتفع بين المنازل والشوارع، وقد أصبحت هذه الأدراج جزءا من هوية المدينة، تضيف لمسة جمالية وجاذبية سياحية، حيث يتيح استخدامها للزائرين فرصة لاكتشاف المدينة على الأقدام والتمتع بمشاهد فريدة تجمع بين الطبيعة والعمارة الفريدة لسان فرانسيسكو. وأشهر درج فيها هو درج الفسيفساء، ويعد من المعالم البارزة في المدينة. يحتوي على 163 درجة مغطاة بقطع فسيفساء ملونة ومزخرفة. تخيل نفسك أنك تقود عبر أشهر الجسور، جسر باي بريدج الشهير، متجها من أوكلاند نحو سان فرانسيسكو، بينما الأفق الساحر يمتد أمامك. عند دخول سان فرانسيسكو ستشعر كأنك تشاهد المدينة من منظور سينمائي مع منظر الأفق والمياه المحيطة، لكن ليست هذه الصورة التي نبحث عنها. فإذا التفت يمينا فستلمح جزيرة غامضة وسط المياه، الصخرة الوحيدة التي تحمل سجنا يشتهر باستحالة الهروب منه. أسواره الحديدية تحيط بتاريخ طويل من الحكايات الغامضة والمجرمين الخطرين. هنالك بين الأمواج العاتية والمياه الباردة لا زالت الجزيرة تبت في النفوس رهبة الماضي. هذا السجن يعرف بسجن ألكاتراس. غرابة هذه المدينة لا تكون فقط في السيارات في فوق وحدها، أيضا في سجونها. فمن خلفي تماما سجن ألكاتراس من أشهر السجون. علاش؟ لأنه فيه قصة وراء هذا السجن، كيفاش قدروا زوج مساجين يهربوا من هذا السجن رغم أنه كان من أكثر السجون يعني اللي ما تقدرش تهرب منها. شوفوا جماعة وراه راه في وسط البحر وقدروا يهربوا منه، وصار هنا مسار عالمي لكأن الناس جيت صور سان فرانسيسكو خاطر سجن ألكاتراس. جماعة كما راكم تشوفوا، شوفوا إطلالة تاع سجن ألكاتراس منه هايلة. أينما تذهب في سان فرانسيسكو سيظهر لك سجن ألكاتراس، وكأنه شبح يراقبك من بعيد، يقف صامدا وسط الخليج يذكرك بماضيه المظلم وتاريخه العريق، سواء كنت على الشواطئ أو على تلال المدينة المرتفعة أو حتى في الزحام بين مبانيها. ستجد ألكاتراس حاضرا دائما، كأنما يهمس لك بقصص أولئك الذين حاولوا الهروب أو أولئك الذين عاشوا خلف جدرانه السميكة، ليبقى رمزا غامضا في أفق سان فرانسيسكو. وكان يعرف باسم الصخرة، وأصبح ملاذا لأخطر المجرمين الذين لا يمكن السيطرة عليهم فيأتون بهم إلى سجن ألكاتراس. ما جعله مشهورا وغريبا هو موقعه المنعزل. الجزيرة محاطة بتيارات بحرية قوية ومياه شديدة البرودة،
مما يجعل الهروب منه شبه مستحيل. على الرغم من الإجراءات الأمنية الصارمة، شهد السجن عدة محاولات للهروب من قبل بعض أشهر المجرمين مثل آل كابوني وبيردمان. كانت أشهر محاولة هروب عام 1962 عندما تمكنت 3 سجناء من التسلل إلى الخارج باستخدام أدوات بسيطة صنعوها من مواد بدائية، لم يتم العثور عليهم بعد ذلك، وأصبحت قصتهم ملهمة للعديد من الأفلام والأساطير، وهذا ما جعل سجن ألكاتراس يزداد شهرة ويعتبر من أكثر المعالم السياحية زيارة في سان فرانسيسكو. أغلق سنة 1963 والآن يزوره الناس من كل أنحاء العالم لاكتشاف قصص الغموض والرعب الذي لا زالت تحيط بهذا المكان العجيب. لتزيد غرابة لهذه المدينة أنه هذه المدينة يعني الحال ولا الوادر تاعها مختلف على كل ما جاورها وعلى كل كاليفورنيا. تخيلوا كاليفورنيا، الناس اللي تجي كاليفورنيا تجي على جال الوادر يكون مليح، فتلقاها مشمس جو، مشمس جو ساطع إلا هنا جماعة، كأنك في لندن. يعني زرت لندن جماعة نفس الطقس دائما الحال كيما هكا، يعني قول 90% هكا مضبب فاقي. شوف كأنك في ولاية أخرى وما راك في كاليفورنيا جماعة، تخرجوا برك 5 دقائق بالسيارة راح تلقوا الجو مشمس. غير هنا في الصاو تاع سان فرانسيسكو يعني جنوب سان فرانسيسكو راح تلقوا الجو مشمس، وكي تزيدوا تهودوا تزيد الحمان وتزيد يعني الحال تاع كاليفورنيا الشمس. لكن هنا شوفوا جماعة الضباب، شوفوا الضباب. تخيل أنك تصل إلى سان فرانسيسكو بلهفة لاكتشاف شمس كاليفورنيا الدافئة، فتفاجأ بجو غريب يلف المدينة. الضباب الكثيف يغلف الأفق ويمتد فوق الشوارع والتلال حتى يكاد يخفي كل شيء من حولك، حيث تسبح الأبنية في بحر من الغموض وأشعة الشمس تناضل للوصول، لكن الضباب يعاندها. تمر السيارات مثل أشباح عابرة وأضواء الشوارع تبدو كنقاط بعيدة، ما يمنح المدينة مظهرا يشبه الحلم. إنه ضباب سان فرانسيسكو العجيب الذي لا يشبه أي ضباب آخر، هو حارسها الخفي يضيف لها سحرا وجاذبية تجعلك تتساءل كيف لمدينة في قلب الشمس أن تكون بهذا الغموض. غرابة هذه المدينة جماعة أنه كي تخرج بالبيت تاعك تقدر تلقى تنتظر فيك سيارة عجيبة وغريبة، هي سيارة صامتة تمشي في الطرقات، تبدو وكأنها تعرفني وتعرف أنها هنا لأجلي. سيارات وايمو التي تسير وحدها بدون تدخل بشري، ما يثير الدهشة والفضول حول كيفية عملها بأمان وفعالية. ما يميز هذه السيارات أنها لا تحتاج إلى سائق بشري، تدار السيارة بالكامل بواسطة برنامج حاسوبي يستخدم الذكاء الاصطناعي وأجهزة استشعار متعددة، مما يجعل تجربة الركاب غريبة وغير مألوفة عبر تقنيات متقدمة جدا وكاميرات في كل مكان وفي كل زاوية من زاوية السيارة تمكنها من رؤية وتحليل البيئة المحيطة بها بدقة. تستطيع هذه الأجهزة التعرف على المركبات، على المشاة، الإشارات المرورية، العوائق، حتى في الظروف الصعبة. نروح لأي مكان، المهم جربوها جماعة. إذا جماعة هايلة خيرنا المكان، خيرنا وين نروحوا، ودروك نديروا ريكوست كار. راهي تخدم جماعة حوالي شهرين ولا 3 شهور من اللي بداتها. هاولا شوف حسن دي جي معناها جواب. باقي لها 5 دقائق وتوصل، 4 دقائق وتوصل، 3 دقائق وتوصل، 2 دقائق وتوصل، دقيقة وتوصل. وصلت، هاي لا جاية سيارتنا، هاي لا جاية، هاي لا جاية. وبالفعل يا جماعة وصلت إلى المكان اللي طلبناها منه. تمن الرحلة حوالي 11 دولار فقط، تقدر تستناك حتى 5 دقائق جماعة وهي تقارع فيك هنايا في وسط الطريق. مشي في وسط طريق مي دابل بارك، نركبو بسم الله، يلا بسم الله. مي كيش نحلو دي جي؟ إذن كيفاش تفتح يا جماعه؟ دير انلوك هاي لهنايا نتحلل. القدره على التعلم، نعم من المدهش ايضا ان هذه السياره تتعلم مع مرور الوقت من تجاربها السابقه، تجمع بيانات ضخمه من الرحلات السابقه لتحسين ادائها كفاءتها على المدى الطويل. هالو هالو بسم الله. حسن قلت لك دير الحزامة، دير الحزامة. ايوا ستار رايد. شوفوا جماعة هاي الجواد فلوك رايد. هلو ويا قلع. يا ما صور صور.
غادي تدخلينا في حيط. جماعه والله شعور غريب. وهو امر غريب لان السياره تفكر كما لو كانت شخصا بشريا. كل هذا جعلت سيارات وايمو ظاهره غريبه وعجيبه وجاذبه للانظار. الحاجه الغريبه في هذه السياره انه تتمشى اسرع من السيارات، يعني تقول بالك راهي تسوق وحدها فتقعد متخوفه، لا تسوق تقدر تدوبلي، يعني عندها واحد النسبه تاع الذكاء عاليه جدا، محاطه بالكاميرات في كل جهه، يعني درجه احتمال انه يصير حادث ضئيله جدا. يقول لك انه تمشت 1 مليون مايل بدون ما تدير اي حادث. حاجه واخد اخرى ثاني راهي في 3 مدن فقط شغاله، يعني في سان فرانسيسكو في الاي وفي فونيكس، هادو هما ثلاثه اللي راهي يعني اي انسان عادي يقدر يطلبها. في مدن اخرى ممكن راهي في البت التجريبي تاعها لكن ما راهيش خدامه، يعني انا سنتين وانا ندوموندي باش دخلوني في ليست داتونت باش نجربها لكن ما قدرتش. لكن الان تقدر يعني في تطبيق وايمو كومونديها، دير الانطلاق والوصول وتستعملها. يعني كيف تتخذ القرارات؟ تعتمد السيارة على خوارزميات ذكاء اصطناعي متقدمة لاتخاذ قرارات في أجزاء من الثانية، مثل التوقف الطارئ، مثل هذا. شوف شوف كي غادي توخر، شوف 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 شوفوا جماعة كي وخرت على جنب على جنب باش تخلي هادي تفوت. واو تطور، خلت هادي تفوت. واش هذا الذكاء اللي وصلت لهذه السيارة؟ تتعامل مع بزاف يعني عقبات يصروا لها في الطريق بطريقة ذكية جدا. شوف حتى الدور في الأحمر جماعة، في الأحمر الدور، تخيلوا في الأحمر والدور، لأنه هنايا في سان فرانسيسكو ولا في كاليفورنيا تقدر الدور في الأحمر، يعني كي تكون داير أدروات. حاجة مهمة جماعة، قال لك يدك ما لقش توشي القيدون هذا. شوف عرفت كيفاش ندير لها، عرفت شو درت لها؟ وين درت؟ ها؟ شغل بلا ما من ندير ولا هكرتها. وين عمي ما تسلكش ما تسلكش. جماعه تخيلوا هذه السياره يديروها عندنا في الجزائر واعطوني اعطوني لي كومونتير تحت واش راح يصرا فيها. لا كيفاش حبست لهذا ودروك راح تعاود تكمل طريقها. حاجه غريبه سبحان الله. اولموست دير. وتثير تساؤلات حول مستقبل القياده وما ان كانت السيارات الذاتيه ستصبح جزء من حياتنا اليوميه، وسيؤدي هذا حتما إلى تقليص بعض الوظائف مثل سائقو الأجرة، سائقو الشاحنات، وسائقو الحافلات والنقل العام عموما. خاصة العرب ولا المسلمين اللي يجوا هنا يخدموا بزاف اوبر وليفت، فهذه راح تنقرض. صوالح تاع الديليفري هي اللي دير الديليفري وتوصل الطلبيات، وحتى مثلا واحد يقدر يديها اليوم كامل ويدور بها، مثلا كفيف ولا معاق ولا، راح تفيده بزاف جماعه، يروح وين يبغي، يحبس وين يبغي، يعني سياره هذه تاعها راهي تمشى معاه وبدون سائق، ما كاش واحد يديرونجي ولا ومع ذلك ستخلق هذه التكنولوجيا وظائف جديده في مجالات مثل تطوير البرمجيات، تحليل البيانات، اداره وصيانه انظمه السيارات الذاتيه، كما انها قد تؤدي الى زياده الطلب على مختصين في امن المعلومات لضمان حمايه هذه المركبات من الاختراقات الالكترونيه. العالم راح يتغير والوظائف ايضا راح تتغير، فما عليكم الا ان تختاروا التخصص المناسب لهذا الزمان. بغيت نقطع حبست لي مباشره. سوري جو جو يو نوت سكيرينج نو نو اي يوز ات كوايت ا بيت او كيف سيغ الباء جود لاك يا اخوي، احنا نامنوا غير اللي يسوق.